بين الجامعه وبين جامعه وبين جهه الحكومه، بعض من بعض منها نفيدة وبعض منها السير العمراني في العمراني الخبزة، بعض منه كذلك كان له الشرف وكان له كذلك المبادرة فيما يتعلق يعني بالتفكير في الوضعية الاجتماعية للطلبة، واحد الاتفاقية التي كانت للأسف لأسباب سياسية بين قوسين جعلت هذه المنح لا تصل إلى الطلبة وتم توقيف هذه المنح للأسف جوليا الجهات طنجاسكون الحوثيمة والجهات ضاعت في البيت. اليوم حقيقة كنتفاعل بشكل كبير مع السي الشريف فيما يتعلق بالتشجيع الجهوية، طلعت على بعضكم كلام في خلال ديال النقاش. غير السي الشريف تكلم على واحد الهيئة اللي هي تشرف على تنزيل الجهوية، البرنامج الحكومي. البرنامج الحكومي فيما يتعلق بالجانب ديال الجهوية يعني أشار إلى إحداث هيئة وطنية للإشراف على تنزيل الجهوية. لتنزيل ديك الجهويه يعني في الفرد، اضافه الى مجموعه الامور الاخرى اللي كانت بلادنا دارت امور كثيره جدا على مستوى الاستقرار السياسي، على مستوى السياسه القطاعيه مهمه، على مستوى الاثار كثير جدا، ولكن كيبقى السؤال المحوري هو ما ختمت به السي الشامي فيما يتعلق بالمقاوله الصغرى والمتوسطه. وجلاله الملك في اخر خطاب وجه يعني توجيهات مباشره الى القطاع المالي والقطاع البنكي. للمغرب اليوم حنا ملي كنقولوا عندنا 1% من المداخل الجبائيه، عندنا 84% من المداخل الجبائيه كتخلصها 1% 1.5 من المقاولات، 75% من الضريبه على الدخل كيأديوها الاجره في القطاع العام والقطاع الخاص 47 من 40 حجم ديال التركيز وديال التركيز ديال الثروه وديال التركيز كذلك حتى المساهمه في الجانب الاقتصادي والتمويل الاقتصادي الوطني. شكرا للمركز الكلمه للمداخله الكلميه، يكون انا كلام اخر، شكرا جزيلا.